نتحول إلى أخبار الطقس مع مصطفى ميزار في وقفة أخيرة مع نشرة التاسعة. من جديد شكرا محمد وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطة الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها درجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء مع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر ونشاط للرياح على فترات متقطعة. وهذا مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 30 درجة، والصغرى 21 يكون الجو فيها حار، في الأسكندرية 28-20 ويكون الجو فيها مائل للحرارة، في مطروح 27-19 مائل للحرارة، في بورسعيد 29-21 يكون مائل الحرارة، في الإسماعيلية 31-17 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 30 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة ويكون الجو فيها حار. في العريش 28-22 يكون الجو فيها مائل للحرارة، في طابة 29-23 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 32-23 يكون الجو حار، في الغردقة 30-22 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة، والصغرى 21 ويكون الجو فيها حار، في أسوان 35 درجة والصغرى 22 يكون الجو حار، في الوادي الجديد 35-20 يكون الجو فيها حار، في شلاتين 33-24 يكون الجو حار، في حلايب 30-24 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لهذه اللقطة الأبرز لهذا اليوم.